أولاً أنا سعيدة أن أنا موجودة النهاردة في مؤسسة دار الهلال بدعوة من مجلة حواء. بالتأكيد دور المرأة المصرية وتقدير القيادة السياسية للمرأة المصرية لابد أن احنا نحتفي بيه كل يوم. لسه كنت بتكلم أنه أول مرة نلاقي 8 وزيرات في الحكومة المصرية، كل وزيرة بتحمل حقيبة الحقيقة يعني مهمة جداً في الدولة. عندنا دور المجلس القومي للمرأة، عندنا أول محافظ المهندسة نادية عبده، عندنا رئيسة النيابة الإدارية. بالتأكيد دور المرأة المصرية في صالون ثقافي لمجلة حواء كان مهم جدا ان احنا نتبادل كل النقاشات حوله. خليني ما يفوتنيش نقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه وعيد ميلادك النهارده، وكمان عيد ميلاد 3 سنين من العمل في وزاره مهمه جدا، وزاره قدرت ترفع للمصريين شأنهم في الخارج. زي ما حضرتك قلتي رحتي زرت الراجل اللي هو كان حصل له كسر كان رافع راسه. خليني اقول لك كل سنه وانت طيبه لنجاحاتك الاثنين في عيد ميلادك وكمان 3 سنين لوزارة. الحمد لله وحضرتك طيب، وبالتأكيد أنه يعني كل جديد أو كل ملف بيتفتح في وزارة الهجرة، وبشعر أنه فريق وزارة الهجرة بيقوم بي يعني الحقيقة جهد كبير. أنا ورايا فريق بحترمه وبقدره، والحقيقة دايما بنحط فيه يعني نصب عيننا أنه المواطن المصري في الخارج. دايما بقول أنه هو الأمن القومي المصري الدولة، عشان كده كل اهتمام الدولة بيه والقيادة السياسية في عودة هذه الوزارة مرة أخرى للحكومة المصرية بالتأكيد كان قرار صائب وقرار إيجابي جدا، وهو ده الحقيقة كان أول بداية للقضاء على أزمة الثقة اللي كانت موجودة ما بين المواطن المصري ودولته. كنا عايزين نعرف كمان من حضرتك إيه أبرز نتائج القيادة السياسية في البلد، مهتمين بيه جدا، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد مهتم جدا بالموضوع ده، والحقيقة أنت نفذتيها على يعني أبرع ما يعني. الحقيقة يعني ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة مؤلمة جدا وظاهرة مجتمعية أيضا، إنما شفنا حاجات كتيرة حصلت زي ما سيادة الرئيس كان صرح إنه ما كانش عندنا أي مركب هجرة غير شرعية في العام الماضي. ده إنجاز للدولة بكل مؤسساتها وكل وزاراتها، الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة والقوى العاملة، وحتى أيضا منظمات المجتمع المدني. قانون تهجيم الهجرة غير الشرعية، القانون الذي أصدره البرلمان المصري وخرج إلى النور، قانون بيو جرم مش المهاجر غير الشرعي، لأن الدولة بتنظر للمهاجر غير الشرعي أنه المجني عليه، إنما هذا القانون خرج للجناة الحقيقيين، سائق المركب اللي بيلم الفلوس اللي بيهدد الأسرة اللي الحقيقة بيضحك على المهاجر غير الشرعي المواطن البسيط ويديله أحلام زائفة عن الغرب وما يمكن أن يعني يكتسبه هناك. فبالتأكيد يعني نجاح الدولة بكافة مؤسساتها وأيضا ضربة السيدة رئيس القوية لمحافظة كفر الشيخ بافتتاحه المزارع السمكية. حضرتك عارف ان برج مغيزل صيادي المراكب هجرة غير شرعية من هذه المحافظة، فطبعا افتتاح سيادته للمزارع السمكية هناك ضربة قوية جدا جدا لموضوع الهجرة غير الشرعية. احنا كمان عايزين نعرف مبسوطة باللي انت قدمتيه، خصوصا ان انت ست مصرية، يعني اعتقد ده نجاح للست المصرية في منصب وزيرة، ونقدر نشوف بعد كده كمان رئيسة وزراء مصرية. يعني انا سعيدة ان انا يعني اولا موجودة في الحكومة المصرية وسعيدة بتجديد الثقة للمرة الثانية. طبعا يعني نجاح الوزارة ما اقدرش اقول لك ان انا يعني راضية عنه، لانه لو حضرتك راضيت خلاص انت مش هتنجز بعد كده حاجة. لابد انه يبقى فيه دايما هدف بتوصل له وهدف بتسعى اليه، ودايما مش راضية، يعني حاسة برضو ان انا مقللة في حاجة او مقصرة في حاجة. هذا الاحساس هو اللي بيدفعني ان انا اعمل اكتر، انما الحمد لله لغاية دلوقتي كل الحاجات اللي يعني نجحت فيها وزارة الهجرة بالتأكيد شرف ليه.